من رحمة الشارع الحكيم رفع عن الأمة الحرج وخفف عنها فيما يشق على النفس تحمله. ومن الأعذار التي تبيح الفطرة للصائم المرض، وهو المرض الذي يخرج الإنسان عن طبيعته السوية، والسفر الطويل بدون إقامة، والشيخوخة والهرم، والحمل والرضاعة إذا خافت المرأة على نفسها وعلى ولدها، على أن يتم قضاء هذه الأيام في وقت لاحق أو الإطعام لغير المستطيع. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا ينبغي أن يكون الصائم.